خويا جيت الموسم ديال مولاي عبد الله كعجبوني الناس هنا، ناس مع وناس هنا كيعيشوا بروبر والتنظيم في المستوى، ومع مولاي عبد الله تنسى الهم. يعني تبوريدا من الطراز العالي والخيول تترعرع وكل شيء هنا ممتاز. هذه الكلمه السيد جمعة اموال تترعرع، تقريبا كيفاش جاتك الفكره ديالها؟ انت طورتيها بواحد المفهوم اللي هو مفهوم جميل. اي فوالا، هذه اموال تترعرع جاتني في القضيه الحوار مع عطير في الكاس ديال العصير اللي شديت في مراكش. الناس شربوا كيسان ديال القهوه، انا قلت يجيب لي كاس ديال العصير، انا نسعب العصير ديال السوق ديال جوج دراهم ولا درهم ونص، هادشي باش معوض عليه. اما هذاك السيد جاب لي كاس فيه بيبا، مني بغي نخلص قال لي 500. واحد السيد قال لي حدايا، قال لي فاش خدام؟ قلت لي ما خدام والو. قال لي هاد الكاس كيشدوه الناس لاي، الناس اللي عندهم اموال تترعرع. كلامه صحيح، الناس اللي عندهم اموال تترعرع كيشدوا كيشربوا العصير بالبيبا.